حكومة العبادي طلبت من التحالف الدولي أن ينتهي يعني أن يتم سحب التحالف بعد 3 سنوات من 2017، وثيقة موجودة وذات حبية. يعني 2020 المفروض يكون من سحبين. المفترض كان ينسحبوا، لكن تعرف هذا من ضمن الاتفاق؟ لا هذا اتفاق جديد، هذا أجم الحق. أي أجم الحق. زين. حاليا في برنامج المنهاج الحكومي، تعرفين باعتبار أنه كثير من الأخوة المشاركين في الحكومة عندهم رؤى بعدم قناعتهم بوجود الأمريكان وعدم وجود التحالف الدولي، فصار ضمن منهاج الحكومة. حكومة السيد السوداني باشرت في الموضوع، اللجان العسكرية والأمنية التقت وكذا، صار أكو اتفاق أنه بعد سنة ينسحبون من بغداد وبعد سنتين ينسحبون من أربيل. هسه ليش أربيل سنتين؟ على مود لوجستيات في حكم وجودهم في سوريا يحتاجوها، وأيضا ربما يجوز قناعة الفاعل السياسي الكردي ربما يريد ضمانة أكبر باعتبار أنه تبقى لسنة، أخاف شيء يصير كذا تتغير أمور معينة في المنطقة، فبالتالي يحتاج هذا الضامن هو، وأنا أتفهم هذا الموضوع. الآن هذا بالنسبة للكردي وللسني أيضا يشاركون نفس نعم يشاركون نفس السنة مختلفة الجغرافية. لا بس هم بالنهاية في بداية الأمر ما كانوا مع، وأنت من تتحدث عن الجانب الكردي هنا راح أتحدث لك عن العلاقات، لكن من تتحدث عن الجانب السني أتحدث عن انعدام الثقة من المناطق أو بعض سياسي المناطق السنية تجاه الإطار والفصائل والحشد، وهذا حديثهم المتكرر بالإعلام، والنتيجة أنهم يرغبون ببقائهم